غادرت اليوم 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا إثر عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب بعد تعهد أوكرانيا بعدم شن هجمات على سفن أسطول البحر الأسود. هذا وقد رحبت الأمم المتحدة بالقرار الروسي وأكدت أنه سيسهل تصدير الغذاء والأسمدة من أوكرانيا بمشاركة مختلف الأطراف المعنية. وفي سياق متصل ثمن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دور الأمم المتحدة وتركيا في عودة روسيا واستئناف العمل بالمبادرة، ودعا كل الأطراف إلى تجديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قائلا إنه يجب ألا يتم استخدام الغذاء كسلاح في الحرب. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيرجن للدراسات الاستراتيجية والباحث في العلاقات الدولية. أستاذ سلام أهلا بك. مساء الخير. أستاذ سلام، عودة استئناف صادرات القمح بعد تراجع روسيا عن موقفها، هل يعد هذا انتصارا للغرب؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. بداية أود أن أصحح معلومة وردت في التقرير الذي قدمتموه حول موافقة أوكرانيا بإعطاء ضمانات أمنية بعدم استهداف البواخر العسكرية. ضمانات أمنية مكتوبة الأسود. نعم. لا، هنا يجب التوضيح. نعم. أن أوكرانيا لم ولا يمكن أن تعطي ضمانات أمنية لروسيا بعدم استهداف البواخر العسكرية التي يتم من خلالها ضرب البنية التحتية الأوكرانية وتدمير المدن وقتل المدنيين، لكن هناك توافق وكان واضحا منذ البداية أن أوكرانيا لن تقوم باستخدام الممر الآمن البحري الذي يتم استخدامه. نعم. من أجل تصدير الغذاء لاستهداف هذا، وهذا أمران مختلفان بشكل كامل. لأن هنا أود أن الإجابة على سؤالك، فإن عودة الرئيس الروسي عن قراره بإيقاف العمل بالاتفاقية جاء تحت ضغوط دولية كبيرة، لأن عملية عرقلة تصدير الحبوب من أوكرانيا سوف يؤدي ليس فقط إلى ضرر لأوكرانيا اقتصادي، وإنما أيضا إلى تسبب بأزمة دولية، أزمة غذاء عالمية، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على الدعاية الروسية التي يتم ترويج لها أنهم يقاومون أو يحاربون الغرب المستبد في أوكرانيا، ولكن في حال استهدف البواخر المدنية التي تزود الغذاء للدول الفقيرة خصوصا في دول إفريقيا، فإنه بهذا سوف يظهر للعالم أنه يحارب العالم بأجمع وليس فقط أوكرانيا. هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية تم إيصال رسالة واضحة له أن العمل بالاتفاقية سوف يستمر إن كان بمشاركة روسيا أو بدونها، وذلك بعد التوافق بين تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا على الاستمرار بالعمل بالاتفاقية وإبلاغ روسيا بهذا الأمر بشكل رسمي. لذلك لم يبقى أمام الجانب الروسي إلا الخضوع لهذه المطالب وهذه الضغوط والإعلان عن الاستئناف العمل بهذه الاتفاقية. أستاذ سلام، ما برأيك، هل ما زال بإمكان روسيا استخدام ورقة صادرات القمح لترجيح الكفة لصالحها أم لا؟ لا أعتقد أن هذه الورقة قد ألغيت حتى الآن، قد ألغيت من أجندة الجانب الروسي، لأنه فهم أن المجتمع الدولي لن يسمح بحدوث أزمة غذاء وأيضا ارتفاع أسعار الغذاء في العالم جراء ممارساته وحصاره للموانئ الأوكرانية، لكنه يمكن أن يستخدم أساليب أخرى وأوراق أخرى للضغط وابتزاز العالم. ما هي الأوراق الأخرى التي يمكن أن تستخدمها روسيا لحد اليوم؟
طبعا موضوع الأمن النووي، أمن الطاقة النووية في أوكرانيا، وكما شاهدنا بالأمس توقفت الطاقة الكهربائية من محطة زاباروجيا التي هي أكبر محطة في أوروبا، وتحولت إلى التبريد عبر المولدات الديزل. وفي حال استمرت هذه الممارسات الروسية وقصف المحطة وخروج بعض المفاعلات وانفجارها، هذا سوف يؤدي ليس فقط إلى تلوث الأراضي الأوكرانية، وإنما انتشار الغيوم المحملة بالإشعاع إلى الجنوب حسب اتجاه الرياح الشمالي الجنوبي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومما يعني تضرر الوطن العربي بشكل كامل بسبب هذه الممارسات. أيضا سمعنا بالأمس عودة مرة أخرى من قبل ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس السابق للتهديد باستخدام السلاح النووي، وكل ذلك بعد فشل عمليا أيضا الابتزاز بالغاز للاتحاد الأوروبي عبر قطع إمدادات الغاز، و تمكن الاتحاد الأوروبي من إملاء من يعني إملاء مخازنه الخزانات عمليا بنسبة تفوق 95% في غالبية الدول، وتراجع أسعار الغاز إلى ما دون $1,000 للمتر المكعب الواحد. هذا يعني أن جميع محاولات النظام الروسي لابتزاز العالم بشكل تدريجي يتم التخلص منها، ولكن يبقى الآن الخطر الأكبر هو السلاح النووي، وأيضا استخدام سلاح الطاقة النووية وإحداث أزمة بيئية شاملة عالمية. وأيضا يبقى هناك موضوع يعني تفجير محطة وسد كخوفكا مما ممكن أن يؤدي إلى إغراق أكثر من 80 قرية في جنوب أوكرانيا. الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية والبحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.